مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أنا ريهام، سني 31 سنة، وزني 106 كيلو، وجاية بعمل النهاردة عملية تكميم في مركز دكتور كريم صبري، لأن عندي مشكلة في الفقرات بتاعت ظهري ومشكلة في فقرات الرقبة، جالي مشكلة بسبب زيادة الوزن، فلقيت حد قريبي كان عنده نفس المشكلة تقريبا وعمل العملية مع دكتور كريم، ولقيت فيه فرق معايا جامد بعد كده، حس بتحسن كبير، فقررت ان انا اعمل العملية مع دكتور كريم، وان شاء الله يعني تيجي بنتيجة كويسة، واشوفكم بإذن الله بعد العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة من ضمن حالات الليست مدام ريهام، 106 كيلو، احنا هنعملها تكميم معدة. تكميم المعدة هي عملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى. من ضمن حالات الليست النهاردة في تكميم، في تحويل، في عملية إصلاح لجراحات سابقة. طبعا تكميم المعدة بنصاص الجزء كبير من المعدة، بنتبقى جزء صغير على كاليبريشن تيوب. الحقيقة طبعا إن الجزء ده بيكفينا بوجبة صغيرة، بنشبع بسرعة، ما بنجوعش على فترات كبيرة. إن شاء الله يعني إقامة أقل من 12 ساعة ما بعد العملية، بعدها بنخرج لنشاطنا، ممكن أقضي يوم في البيت ما بعد العملية وننزل شغلنا بعد كده على طول. النزول الوزن هو نزول تدريجي مؤكد إن شاء الله ما بعد العملية، بحيث نحن نرجع لوزننا الطبيعي. هنطمنكم على مدام ريهام إن شاء الله بعد العملية بإذن الله. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة إلى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، أو دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الأنترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل إلى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز ما قلنا نوع متطور من أجهزة الكي، Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجودة هوميستاسيس، مفيش أي نزيف، مفيش أي مشاكل، الأمور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدبسات اللي احنا وريناها لكم، دبسات الامريكي،
بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي؟ بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعده اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه ونشوف احتماليه الدبابسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان للظروف ما بعد العمليه. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أنا ريهام، أنا لسه طالعة من عملية تكميم من حوالي ساعة بالظبط. الحمد لله العملية مش متعبة خالص وسهلة جدا، وبنصح أي حد محتاج إن هو يعمل التكميم إن هو يجي لدكتور كريم صبري. بجد هو دكتور رائع جدا والحمد لله عملها بسهولة قوي وما حسيتش بأي تعب والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بطمنكم على مدام ريهام بعد عملية تكميم المعدة. عملية تكميم المعدة هي عملية الهدف منها إنقاص الوزن. عملية تكميم المعدة كمان بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، بيتم استئصال جزء كبير من المعدة، بتبقى جزء صغير بناكل فيه، يعني بيزود نسبة الشبع بنسبة كبيرة، ما بنجوعش على فترات كبيرة وبنشبع بسرعة ما بعد وجبة صغيرة. عملية تكميم المعدة هي من العمليات السهلة في إجراءها، السهلة في العادة للنشاط، يمكن أرجعنا لشغلنا ما بعد العملية بيوم، والحمد لله على السلامة. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام،
عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا, ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر, ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات, ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. يا مساء الخير والفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا في كل مكان, حلقة جديدة ودايما بنتكلم عن الجمال وايه الحاجات اللي ممكن تخلينا اجمل وتخلينا احلى وتخلي ثقتنا بنفسنا في السماء ومرتفعة جدا. مفيش شك ابدا انه من اهم مقومات الجمال البشرة الصافية, البشرة الحلوة. يعني ايه؟ يعني لما تبص في وش الواحدة كده او انت تبصي لنفسك في المراية, وغالبا يعني معظمنا في علاقة كده بين اي سيدة والمراية بتاعتها, تبصي تلاقي وشك صافي, ما فيهوش عيوب, ما فيهوش مشاكل, ما فيش هالات سودة تحت, ما فيش خطوط مضايقاكي. طبيعي طبيعي انه كلنا مع مرور الوقت او مع الظروف او مع السن بيطلع لنا بعض المشاكل او بعض العيوب, لكن لازم نلحقها بسرعة لانه في بعض المشاكل لو اتثابت بتعمل يعني بتكبر وبيبقى صعب علاجها بعد كده. فشيء طبيعي انه انت بتبصي في المراية يوميا او مش يوميا, يعني معظم الوقت بتبصي في المراية. لو لقيتي اي حاجة قد كده ممكن تقلب المود بتاعك خالص. وعلى فكرة في حاجات بتطلع فجأة, يعني ممكن الواحدة تزعل شوية او تمر بحالة نفسية سيئة او تبقى عاملة دايت مثلا او الشغل او عوامل الجو تخلي حاجات ممكن تطلع لنا فجأة. فالحاجات دي بتضايقنا جدا. خط طلع هنا ممكن يضايقنا جدا, الخطوط اللي بتطلع هنا ممكن تضايقنا جدا, الوش لما بيقع يضايقنا قوي برضو, اثار الحبوب بتضايقنا, الهالات السوداء بتضايقنا, البشرة البهتانة اللي هي ما فيهاش رونق, ما فيهاش مش منورة كده, دي ممكن تضايقنا بشكل كبير. ممكن واحدة تبقى زي القمر بس جلدها مش حلو, بشرتها مش حلوة, مش زي ما هي عاوزة. فعشان كده دايما بنقول البشرة الحلوة الصافية اللي ما فيهاش مشاكل من أهم مقومات الجمال واللي بتسعى ليها كل سيدة على مستوى العالم, العالم كله. احنا عاوزين نوصل لمرحلة ان احنا نغسل وشنا كده ونخرج نبقى مبسوطين وراضيين, مش محتاجين ان احنا نحط اي حاجة ولا نزود اي حاجة. دي قمة الرضا وقمة الثقة بالنفس. لازم كل سيدة تهتم بنفسها أول بأول وتهتم بنفسها من بدري, لأنه طبعا خاصة الستات بتمر بمراحل كتير جدا ممكن تغير من شكلها, ممكن تغير من طبيعة جلدها. فمهم جدا الاهتمام. اوعي اوعي الدنيا تاخدك وتقولي ده انا اصلا ما لحقتش اهتم, اصل العيال, اصل الشغل, اصل البيت. طبعا في اولويات وده من اولوياتك انك تهتمي بولادك وبيتك وجوزك وشغلك وكل حاجة, بس ما تنسيش نفسك في وسط الحاجات دي كلها. اوعي تنسي نفسك ولو بحاجات بسيطة جدا في البيت تقدر تساعدك ان انت تبقي احلى وتبقي اجمل.
من الحاجات اللي انتشرت بشكل كبير جدا وحققت نجاح باهر في فترة قليلة والستات كلها بتسأل عنه دلوقتي هو كريم ماسي دورو جولد اللي هنتكلم عنه النهاردة وهنعرف تفاصيل ومعلومات أكتر عنه النهاردة مع ضيفتي العزيزة دكتورة دينا أبو سعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم. أهلا يا دكتورة دينا. أهلا بيك يا يمنى. عاملة إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله زي الفل. أنا بس بعتذر للسادة المشاهدين لأنه هيلاقوا شوية الكلام مش مظبوط لأنه عاملة عملية في الفك هنا فمقصرة شوية بس إن شاء الله بقى كويسة زي الفل يا فيما بعد إن شاء الله بإذن الله بقى كويسة فيما بعد. أنت عارفة دكتورة دينا في ستات كتير جدا بتنسى نفسها تقعد تقولك بقى أصلي ما الدنيا خدتني العيال كنت مهتمة بالعيال البيت الشغل الحياة وتيجي بعد وقت تتفاجئ ان هي انا فين من ده كله انا عملت في نفسي ليه كده. زي ما انا قلت في المقدمه حلو انك تهتمي طبعا ببيتك وزوجك واولادك وشغلك وكل حاجه بس ما تنسيش نفسك. صح. بتقابلي حالات من دي كتير كتير يا يمنى؟ يعني كتير سيدات بتتضايق من شكلها، كتير سيدات ما بتبقاش فعلا عايزه تنزل من بيتها، كتير سيدات بتتضايق ان حتى وهي قاعده في بيتها متضايقه هي المرايه في كل حته على فكره، يعني هي بصت على المرايه لا انا عندي شويه هالات سودا مقرقاني جدا. وكمان بتلاقي مجتمعات البنات ما بيتكلموش غير على ده. كل شلل للبنات. اهم حاجه التجميل دلوقتي، التجميل بقى حلم كل سيده، كل ده من 20 سنه من 15 سنه لحد 90 سنه بيتكلموا عن التجميل. دلوقتي بقى كله يتكلم على ماسي دورو جولد. فعلا ماسي دورو جولد بقى مشهور جدا. كريم اللي مش عارف اسمه بيقول لك كريم الدهب. ازاي اكبر بذكاء، ازاي ما اخافش ان سنه بتكر في السنه بتكر في السنه، انا ما اخافش من ده ان احنا نستخدم ماسي دورو جولد حتى من سن صغير. مهم قوي ان على طول بقول ان الوقايه خير من العلاج. يعني ليه استنى مشكله وابتدي اعالجها؟ ليه ما اعملش وقايه من وانا صغيره استخدم ماسي دورو جولد؟ يعني اي بنت عندها 20 سنه بنتين واحده استخدمت ماسي واحده ما استخدمتش ماسي تعالي شوفيها كمان 5 6 سنين هحس بالفرق، فرق ملحوظ. هتلاقي البنت اللي ما بتستخدمش ماسي وشها بقى بيل بشويه حاجات ظهرت في وشها بقى على الثانيه اللي استخدمت ماسي دورو جولد وشها زي القمر بالعكس احلوت اكتر. يعني انت مع ماسي دورو جولد كل ما بتكبري بتحلوي. فدي معادله حلوه قوي ان ماسي دورو جولد شعرنا على طول انك انت لما بتستخدمي كريم ماسي دورو جولد بتقدري تصغري في السن شكليا 10 سنين. ده المكونات اللي انتوا حاطينها فيه بتشتغل على الشعر يعني مرتبط بالمكونات صح؟ طبعا مرتبط بالمكونات لان ماسي دورو جولد كل مكون بيشتغل على مشكله معينه في البشره. لو هنتكلم سيد تجاعيد كريم ماسي يا دكتوره دينا انا مش عايزه احقن فيلر وبوتوكس وبنشوف ناس كتير من السيدات مش بتحب تلجا لحقن الفيلر وبوتوكس. طب يا دكتوره دينا انا عندي شويه تجاعيد ازاي هقدر اعالجها بكريم ماسي؟ عندك الذهب بيشتغل على التجاعيد، عندك الكافيار بيشتغل على التجاعيد، عندك السيراميد بيشتغل على التجاعيد، عندك ماده الفيلر بقى اوريدي موجوده في ماسي. ماسي دورو جولد ال 120 مللي كلهم فيلر فانت كل يوم بتغذي بشرتك بماده الفيلر. فيلر زي اللي بيحقنوه نفس الماده اسمها هايلورونيك اسيد. دي ماده الفيلر موجوده في 120 مللي في ماسي دورو جولد او موجوده في العبوه كلها. ماده الفيلر كمان بتعمل رطوبه عاليه جدا. طيب انا عندي تصبغات ازاي اقدر استخدم ماسي والتصبغات والبقع اللي موجوده في بشرتي اللي بتضايقني جدا بتعالج. اولا الكافيار وايتنينج ايجنت بيبيض جدا الكافيار. ثانيا الذهب بيشتغل على الميلانين فانت اوريدي اي تصبغات جلديه موجوده بيبقى نتيجه افراز الميلانين زياده عن اللزوم. فالكافيار بيقدر يقلل افراز الميلانين ويرجع الميلانين لحجمه الطبيعي فبيديك حاجه اسمها يونيفاي سكن. ميه واحده ما فيش هنا بقعه ما فيش بيخلي الجلد كله ميه واحده. ده اللي احنا عايزينه. يعني انا ما استخدموش على المنطقه اللي فيها بقعه بس، لا تستخدميه على وش كله. انت عايزه نضاره في وش كله، انت عايزه حلاوه، عايزه وش صافي. عندك طب دكتوره دينا انا عندي ترهل في الجلد ومش عايزه اعمل جراحات تجميل او خيوط او وات ايفر، ماسي دورو جولد بيشد الجلد. طب ازاي بيشد الجلد؟ اهم ماده بتشد الجلد غير الكافيار عندك السيراميد. اوكي. الماده دي انا بعتبرها الاسمنت بتاع البشره. انت عارفه لما بتيجي تبني بيت الطوب بيلزق بالاسمنت. فهو الاسمنت بتاع الجلد اللي بيلزق السيراميد ده هي ماده السيراميد. السيراميد دي ماده يمكن كتير من الساده المشاهدين ما يعرفوهاش، دي ماده مهمه جدا. لا ادخلوا ابحثوا عنها وشوفوا هتلاقوا على طول دكتور فعلا في ابحاث دكتور معموله. دكتور أوز كتير قوي عارفينه طبعا ان هو من اهم واشطر دكاتره التجميل في العالم، عمل ابحاث على ماده السيراميد في منتجات تجميليه
قبل ما ماسي ينزل طبعا معتمد على السيراميد بس. السيراميد اوريدي موجود في بشرتنا وطبيعي انه بيقل مع التقدم في السن. وانس انه بيقل بيحصل التهابات في البشره، ممكن تنامي وتصحي تلاقي حته حمراء انت مش عارفه ايه ده، مفيش حاجه. لكن حصل التهاب، حصل دخول اختراق مايكرو اورجانيزم، اختراق بكتيريا معينه، عملتك التهابات في البشره. فاوريدي السيراميد بيقدر يقفل الخلايا في بعضها، يشد الجلد ويمنع من اختراق اي بكتيريا بقى تعمل لك اي التهابات. فهو انتي انفلاماتوري وفيس ليفتنج. عندك انتي ايج، هو كله مضادات اكسده. البوتوكس ايه الحاجه اللي زي البوتوكس؟ يعني في حاجه بتشتغل زي نفس طبعا اسيتايل هيكسابيبتايد، دي بوتوكس لايك اكشن، دي بتعالج التجاعيد والفاين لاينز اللي هتعمل ماسل ريلاكسنت. عندك حاجه مهمه قوي، واقي شمس. مهم جدا ان انا استخدم واقي شمس. لان الدكاتره او العلماء اكتشفوا ان 70% من شيخوخه البشره سببها الشمس، الالترا فايلت اي والالترا فايلت بي. فاوريدي عندنا مادتين واقي شمس، التيتانيوم دايكسايد والتين اوكسايد، ويمكن ناس كتير ما تعرفش ان الكافيار نفسه واقي شمس. يعني كل عنصر لوحده يتعمل منه كريم. طبعا وانتوا يعني حطيتوا افخم واغلى العناصر، يمكن 56 حاجة طبعا مش هنقدر نقولهم كله. وست سنين تصنيع. ست سنين بتعملوا ايه بقى في ست سنين تصنيع؟ بنجرب يعني بنعمل منتج نجربه على، لازم نعمل تستات على جميع انواع البشر، لان انا بطلع اقول ان ماسي هيدروجولد مناسب لجميع انواع البشر. فانت كل سنة بتعملي تجارب وكلينيكال ترايلز، فبتقولي لا يعني طب نحط ده على ده، طب نحط في اخر سنه، السنه السادسه طلع كريم ماسي هيدروجولد البيست كواليتي والبيست ريزلتس في عبوه اخر سنه بقى خالص. ما استعجلناش ابدا ان احنا نطرح ماسي هيدروجولد في الماركت، وما استعجلناش ابدا في تصنيعه، ولا بخلنا في الكواليتي بتاعت المكونات طبعا. طيب انتوا عاملين عرض حلو قوي، عشان ما ننساش نقوله للساده المشاهدين، قول لهم بقى العرض بتاعكم. عرض ماسي هيدروجولد خصم 30% من سعر ماسي هيدروجولد الاساسي. العرض على كميه محدوده جدا. ان شاء الله كل الناس اللي بتتفرج علينا تقدر تحصل على ماسي هيدروجولد دلوقتي، لان فعلا مع العرض بقى في متناول ناس كتيره جدا. يعني يقول لي يا دكتوره دينا ده غالي علينا، اوريدي ما نزلش 10% ومن شركه ماسي نزلها 30%. العرض على وشك النفاذ، اتمنى ان كل الناس اللي نفسها تحصل على ماسي هيدروجولد، بقول ان دلوقتي احسن وقت تقدروا تشتروا فيه ماسي. اعتقد دي فرصه حلوه جدا للناس فعلا اللي ما كانتش قادره. ده اوفر حلو وخصم كبير طبعاً. مش قليل. ماسي هيدروجولد عباره عن ازازه واحده، عبوه واحده، لانه في ناس كتير فاكره ان هو اكتر من حاجه. المتعارف عليه انه احنا بنستخدم حاجه لعينينا، حاجه بالليل، حاجه بالنهار، سيرم، حاجات كتير كانت مزعجه قوي. انتوا دمجتوا كل ده في كريم واحد. ماسي هيدروجولد مش كذا عبوه. يعني يقول لي يا دكتوره دينا هو كام عبوه الماسي؟ هي عبوه موحده 120 ملي، علبه واحده. ده اختصرنا ستيبس كتير قوي يومنا. يعني احسن ما نعمل كريم نهار وكريم ليل وكريم للتجاعيد وكريم للهالات السوداء وكريم للبقع وكريم الفيس ليفتنج، لا احنا اوريدي بناخد كورس في كريم واحد. ده سهل جدا، فيري ايزي تو يوز، بيستخدم صباحا ومساء. هنستخدمه مره واحده طبعا، بفضل بالليل، استجابه البشره بالليل بتبقى اعلى. فانت بتختصري كل الستبس دي في عبوه واحده، وما فيش عبوات صغيره. ما فيش ليه عبوات صغيره ليه؟ اولا ال 120 مللي ده اللي اصرحوه او اللي قالوا دي الكميه المناسبه ان احنا نعالج علامات تقدم في السن. مش هتتعالج يومنا في شهر، مش هتتعالج بشويه قد كده. شويه قد كده تديكي نضاره تحفه طبعا. لكن انا مش عايزه نضاره بس، انا عايزه ابص على وشك الاقي ما عندكيش اي مشكله، عايزه احب ابص في وشك، وشي صافي ما فيهوش غلطه، ده اللي احنا عايزينه. فاوريدي الكورس اللي لازم يتاخد كله 120 مللي هيكفي على الاقل 6 شهور. طيب احنا عايزين نعرف طريقه الاستخدام بتكون ازاي، ويمكن هنشوفها على الشاشه برضو دلوقتي. طريقه الاستخدام ماسي هي سهل جدا. هو كريم، اولا هو ما بيتغسلش، يعني احنا بنغسل وشنا بالغسول المناسب لبشرتنا، وبنستخدم كريم ماسي 4 ضغطات على كف ايدينا، وبنوزعه على الوش وتحت العين والجبهه والرقبه. فيري جنتل مساج من تحت لفوق. ليه من تحت لفوق؟ يبقى عكس الجاذبيه الارضيه. المساج بتاع نص دقيقة بس مش أكتر. أنت بعد ما بتحطي ماسي بتحسي بشوية سخونية خفيفة جدا. والاحمرار ده إيه اللي شايفينه في خدودها ده؟ تنشيط الدورة الدموية. ماسي هيدروجولد بينشط الدورة الدموية. إيه المادة المسؤولة عن تنشيط الدورة الدموية؟ يديكي الشكل الحلو قوي 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 ده. الذهب بيعمل الاحمرار الحلو ده، بيعمل احمرار تحفة، وبيعمل جلو فظيع،
اوريدي انت بتشوفي جولد بارتكلز على وشك فبتبقي مبسوطه جدا يعني. طبعا فدي طريقه استخدامه، بنحطه او بنستخدمه عادي بننام بيه، ما بنغسلوش. لا لا ما بيتغسلش. يعني ماسي درو جولد مش ماسك، ده كريم. سيدات قالت لي عايزه اصلي الفجر، مثلا بنحط الساعه 10 وبننام عادي وبنصحى بنتوضى ما فيش اي مشكله. لكن ما بيتغسلش. الصبح هنصحى هنغسل وشنا. دكتوره دينا انا بستخسر، انا بشوف دهب الصبح ازاي اغسل وشي؟ طب الدهب فعلا يبقى الصبح باقي ده على بنصحى بنلاقي دهب فعلا؟ فعلا. هو البشره بتمتص من ماسي القدر الكافي اللي هو 5% من المية. الطبقه الخارجيه دي بتنظف بقى البشره من بره، وهو اوريدي بيشتغل از ديتوكس. فانا بغسل وشي عادي جدا ما فيش اي مشكله خالص. يعني نستخدمه بالليل وننام ونصحى الصبح نغسل وشنا، نغسل وشنا يعني. عايزين نحطه تاني ما فيش مشكله. ده لو حد بقى بيخرج في الشمس او كده. بس هو انا شخصيا يعني بستخدم ماسي مساء. عندي عملاء بيحبوا يحطوه قوي او يستخدموه الصبح وهي رايحه شغلها، مش عايزه تحط بقى ميك اب كتير وبتاع، بتستكفي بضغطه او ضغطتين الصبح على وشها، بيديها بقى اليوم كله بقى خلاص. انت مش محتاجه بقى تحط روج، تحط شويه ماسكرا بس خلاص، خلاص كده ما تحطش بقى حاجه تانية على وشها. عايزه تحط تستخدم اي حاجه تانية، هو سهره خارجه مثلا فرح بتاع اكيد هتستخدم. هو لا يتعارض طبعا مع الميك اب. عايزين نحط ميك اب هنحط ميك اب. بس انا على طول بقول الميك اب بيداري جمال ماسي. بتفيه. يعني الميك اب بقى انت هتحطي ماسي وهتحطي فاونديشن وهتحطي ايه بقى، انت بتشوفي شكلك زي بقى، عارفه انت الاجانب الله الوش الاحمر الحلو أيوة. المورد ده أيوة. بيبقى كده والله بيقلب اجنبي خالص، بيقلب اجنبي. هنحط ميك اب بتداري جمال ماسي. فانا على طول بقول مع ماسي ان مش هنحتاج ميك اب خالص ده فعلا. هقول لك على حاجه، كان في حد بعت لي بيقول لي طب في ناس بتعمل جلسات بي ار بي ومش عارفه ايه وحاجات كده. ايوه. بيتعارض مع انه اي الواحد يعمل اي حاجه في وشه؟ لا خالص خالص. هو لا يتعارض اطلاقا، بالعكس. اولا هو لا يتعارض مع الفيلر والبوتوكس بنستخدمه معاه، ولا يتعارض مع اي تقنيه تجميليه تانية. بلس هو لا يتعارض مع اي كريم تاني. يمكن عملاء بيقولي انا متعوده على كريم معين يا دكتوره دينا، هل ينفع احطه؟ بتحطيه؟ بس طبعا بنصح ان كل الناس تعرف ان هو كريم مضمون يعني. طبعا مهمة. لازم اكيد. طبعا. تقنيه النانو دي بنسمع عنها كتير، وناس كتير بتقول ده احنا عاملينها بتقنيه النانو ومش عارفه ايه وبتاع. يعني ايه تقنيه النانو وايه فايدتها ان هي تتعمل يتعمل بيها كريم؟ تقنيه النانو تكنولوجي دي تقنيه في التصنيع. التقنيه دي مهمه جدا لتصنيع اي مستحضرات تجميل. تقنيه النانو ان 56 مكون صغيرين جدا، يعني اتفرموا خالص. حتى جزيئات الذهب ال 120 مللي في ذهب. يعني يقولي يا دكتوره دينا هل انا ارجه؟ يعني يقولي ايه ارج ماسي عشان في ذهب؟ لا. هو اوريدي سسبنشن. ليه سر التركيبه الطليان اللي صنعه ماسي؟ عرفوا ان يخلوا الذهب في كل حته، احنا مش محتاجين نرقه خالص. تقنيه النانو ان كل الجزيئات دي صغيره جدا فسريعه الامتصاص. يعني انت بتحطي ماسي دلوقتي بتستخدميه، بعد دقيقه مش هتحسي انك حاطه كريم او حاجه مزيفه، بتشرب على طول، بتشرب بسرعه جدا. فدي حاجه حلوه قوي. اولا البشره الدهنيه مش هيسيب اي جزيئات. وانت عارفه ان الجلد الثلاث طبقات الجلد اوريدي وصل لها ماسي درو جولد ومكونات ماسي درو جولد وتفاعلت معاها، يعني تفاعلت مع مكونات ماسي. اذا تقنيه النانو دي من احدث التقنيات طبعا الموجوده على مستوى العالم، والحلو فيه انه مش هيدهنن، مش هيزيت، مش هتقعدي تلمعي كده وانت يعني اللي هو تحسي مزيته كده، مش هتحسي بالاحساس ده خالص، خاصة أصحاب البشرة الدهنية. وأنتوا عملتوه بأنه بيلائم كل أنواع البشرة طبعاً والألوان طبعاً. صح؟ يعني صح. السمرة والبيضة الفاتحة تقدر تستخدم ماسي. والبشرة الجافة مهمة جداً أنها تستخدم ماسي. البشرة الجافة يمكن البشرة الدهنية بتعاني من كريمات وبيحصل لها حبوب، بس هي البشرة ممكن تعجز متأخر، تعجز بسرعة عشان فيها سيبوم وفيها دهون وحاجات. البشرة الدهنية جافة جداً بتعجز بسرعة قوي. مع ماسي درو جولد انت في كذا مكون بيحتفظ بالميه تحت الجلد، فمهم جدا اي بشره جافه تستخدم ماسي درو جولد. طب والرجال بقى برضو بيستخدموا ماسي درو جولد؟ الرجال مبسوطه قوي. رجال كتير عندنا فئه من الرجال بيستخدموا ماسي ومبسوطين، وبالذات رجال ما بتحبش تلجا لحقن الفيلر والبوتوكس مبسوطه جدا من نتيجه ماسي. ماسي درو جولد بالنسبه للرجال عالج لهم هالات سوداء، عالج لهم تصبغات جلديه، عالج لهم تجاعيد. يمكن الرجال كتير بيبقى عندهم هنا في الجبين مش عايزين ان بقى يعملوا بوتوكس خالص. يقول لك لا، هم في فئه من الرجال بيقول لك الحقن ده للسيدات، في ناس ما عندهمش ثقافه ان احنا نحقن فيلرز وبوتوكس. مش قادره اقول لك بقى
وليه يا دكتوره دينا برضو اشكر لنا شركه ماسي انها قدمت لنا كريم ومش محتاجين ان احنا نلجا لتقنيات تجميليه ثانيه. اوريدي عندي عملاء كتير من فئه الرجال ومبسوطه قوي قوي. نفكر الساده المشاهدين بالعرض بتاعكم قبل ما نروح للتقرير. العرض بتاعنا طبعا خصم 30% من سعر ماسي دور جولد الاساسي. طبعا خصم تحفه شركه ماسي دور جولد او شركه ماسي فارما عملته. الخصم 30%، ما عملناش خصم 10%. اتمنى كل الساده المشاهدين فعلا دلوقتي احسن وقت نشتري فيه ماسي لان الكميه محدوده. اوريدي كان في كميه يومنا خلصت لان في العرض بتاخدي بقى بالعلبتين والتلاته. وكل الناس اللي ما كانتش قادره تشتري ماسي دور جولد في سعره الاساسي تقدر تشتريه دلوقتي، لان لو هتكلموا على الارقام اللي ظهر على الشاشه هتعرفوا ان السعر كويس قوي دلوقتي وتناول ناس كتير كويس بالنسبه لمكوناته. لحاجات تانيه كتير كمان بالنسبه لمكوناته يومنا وبالنسبه للمشاكل اللي يقدر يعالجها طبعا. فهو سعره فعلا، وكمان العلبه مش بتكفي شهر. قالوا لي يا دكتوره دينا هو هتكفيني شهر؟ هتكفي 6 شهور. فان شاء الله كل الناس تقدر تستفاد بالعرض. 120 مللي دي حجم علبه كويس يعني كبيره مش طبعًا. صغيره ده الحاجات التانيه بتبقى ايوه حاجات تلاقي العلبه من بره قد كده وتفتحيها تلاقي حته صغننه قد كده جوه صح. فيعني لا ده وهي يعني باينه يعني وكلها. طب التخزين بقى ده انا بسمع حاجات عن التخزين يقول لك طب احطه في الثلاجه. لا هو ما بيتحطش. طب احطه مش عارفه ايه. هو ما بيتحطش في الثلاجه لان انا سمعت ده، واتمنى ان ما حدش يعرضه للشمس وقت طويل. بيتحط في درجه الحراره الاوضه الطبيعيه 30 درجه مئويه، وما حدش يفتحه من هنا ويسيبه مفتوح ويسيبه. لا هو طب معقم كويس قوي. فبيتعمل اوتومايزر ضغط بالضغط بس سهل قوي يعني بيتحط في درجه حراره طبيعيه. مش هنحطه ولا في التسريحه وسيبوه. حطوه على التسريحه ما تحطوش يعني بس حطوه جوه العلبه يعني ما حدش يرمي العلبه عشان هو غالي جدا. فعشان لو حد العلبه شكلها شيك بصراحه كمان يعني لا ما تترميش عشان بصار. بس نقدر نحافظ على ماسي يعني. طيب نروح لتقرير يعني. يلا بينا اتفضلوا. ماسي دورو جولد خبراء العنايه بالبشره قبل التحدي وقررنا نخوض تجربة صعبة جداً لاختيار نماذج وشخصيات من الناس، وكمان صعبة في توقيتها لأنها ببساطة بترصد تأثير الكريم على البشرة على مدار سنة كاملة. فريق عمل ماسي عمل التقرير ده في 12 شهر. حاجة صعبة مش كده؟ أنا عندي مشاكل كتير قوي في بشرتي وجربت حلول كتيرة وما نفعتش لحد ما شفت إعلان ماسي دورو جولد، فقررت ان انا استعمله وباذن الله هيجيب نتيجه كويسه. عندي مشاكل كتير في بشرتي، استخدمت علاج كتير ما جابش معايا اي نتيجه. صاحبتي نصحوني استخدم ماسي دورو جولد وان شاء الله هستخدمه واوريكم النتيجه. انا عندي مشاكل كتير في بشرتي، فاصحابي نصحوني ان استخدم كريم ماسي دورو جولد وان شاء الله هستخدمه هيجيب معايا نتيجه جيده. كان هدف التجربه اظهار تاثير الكريم مش بس على موديل جميله، لا كمان الهدف الأكبر إنه يظهر تأثيره على نماذج عادية بتحلم بالشباب الدائم والرضا عن مظهرها وشكلها. بعد استخدامي للكريم لمدة 6 شهور حسب تحسن رهيب، وإن شاء الله هستمر عليه لغاية ما أرجع بعمري 10 سنين ورا. ونصيحة لكل السيدات يستخدموه. الحمد لله بعد استخدامي للكريم ب6 شهور حسب تحسن أكتر، وإن شاء الله بعد ما خلص الكورس هرجع بشكل 10 سنين فاتوا واكتر. انا استخدمت كريم لمده 6 شهور والحمد لله جايب نتيجه كويسه جدا معايا وهايله، وبنصح كل ست تجربه وهتحس اكيد بالفرق جامد. ولسه هكمل الكورس. الفرق واضح جدا بعد استخدام ماسي دورو جولد، واكيد زي ما هو معروف ممكن استخدامه على الوجه والرقبه، وكمان ممكن نستخدمه على اي جزء من الجسم محتاجين انه يظهر بالشكل اللي بنحلم بيه. بعد استخدام ماسي دورو جولد على وشي هي دي النتيجة وأنا راضي عليها جدا، بس اكتشفت إن في فرق كبير بين إيدي ووشي، فعشان كده إن شاء الله هستخدمها على إيدي. نماذج مختلفة اختارت ماسي دورو جولد، وأكيد جه دور عليك علشان تقرر استخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دي النتيجة اللي أنا وصلت لها وأنا راضي عنها جدا، وبنصح كل الناس يستخدموه. بعد استخدام الماسي دورو جولد لمدة سنة حسيت بنتيجة مبهرة، وبنصح كل الناس باستخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دورو جولد هي دي النتيجة أنا راضي عليها قوي، وبنصح كل السيدات باستخدامه. ماسي
ماسي دورو جولد، أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ماسي دورو جولد 10 سنوات أصغر. سيدات زي سيدات كتير من اللي بتتفرج علينا طبيعيين جدا عاديين جدا، شفنا الفرق ازاي اختلفوا، وهما لو ما كانوش مقتنعين اعتقد ما كانوش طلعوا واتكلموا وقالوا. وفي ناس كتير جدا بتبقى مبسوطه وكل حاجه، بس هي بتتكسف اكيد ان هي تواجه الكاميرا. ده اللي بيخلي ناس كتير بتقول لكم طب انتوا ما بتجيبوش ناس كتير ليه؟ احنا عاوزين نعرف اراء ناس كتير، يمكن بتواجهوا انتوا المشكله دي صح؟ كتير لا ده طبعا دي نماذج حيه يعني وناس عاديه جدا ومش قادره اقول لك لا، الفيدباك تحفه. عندنا عملاء كتير مبسوطين طبعا بالنتيجه بس مش بيرضوا يتصوروا الحقيقه. اوريدي احنا وصلنا لكل فئات المجتمع، لان بيقولوا لي يا دكتوره دينا انتوا عاملين ماسي درجات لفئه معينه. بالعكس احيانا كتير برد على العملاء احيانا بنفسي لو انا عندي وقت يعني. لا احنا وصلنا في كل حته بقى وكل فئات المجتمع، سيده بتشتغل سيده ما بتشتغلش، كل الفئات كل طبقات المجتمع كل محافظات مصر. انا ما بروح اي اخلص ورقه او اي حاجه من اي مصالح او ده مع الناس عارفه. ايوه الناس عارفه بتتفرج. ما بسافر لما سافرت النوبه. أيوة. النوبه شوفي. أيوة. الامارات بتوع النوبه عارفين وعندهم واستخدموه وبتاع. لما روحنا فين؟ دبي، في كل حته يعني. طبعا. ما شاء الله مسمعين قوي طبعا. موجودين في كل انحاء الجمهوريه، شركه ماسي موفره مناديب في كل انحاء الجمهوريه. اوريدي كريم ماسي درجولد بيوصل في نفس اليوم او ماكسيمم 24 ساعه. كل سنتر يومنا متواجد 24 ساعة في اليوم. كل سنتر متواجد 7 أيام في الأسبوع. طبعا لازم برضو أنوه أن في 30% خصم، مهم قوي أن أنا أقول لكل سادة المشاهدين أن احنا لبينا استجبنا لأن هم نفسهم يبقى فيه خصم. اتعمل خصم 30% من سعره الأساسي دلوقتي. هيخلص إمتى الخصم؟ الخصم هيخلص على حسب الكمية، يعني هي الكمية محدودة جدا. هي الكمية مش محدودة، هي الكمية كبيرة بس الطلب كتير قوي دلوقتي. الطلب حلو يعني الطلب كتير، فأتمنى كل السادة المشاهدين يقدروا يحصلوا على ماسي درجولد دلوقتي. ده فعلا أحسن وقت فعلا. التواصل معكم سهل يعني؟ طبعا سهل جدا، لأن هو طبعا لازم أقول إن هو مش موجود في الماركت. شركة ماسي هي الوكيل الحصري لمنتج ماسي درجولد ومش طرحاه في الماركت، منع للتزييف والغش التجاري، بلس عايزة تسهل على كل العملاء، فهو موجود دلوقتي طبعا في سعر العرض. وكمان برا مصر يومنا يعني احنا ما تشهرناش بس جوا مصر. برضو عندنا سادة مشاهدين بيتفرجوا علينا من جميع أنحاء العالم وبيطلبوا برضو عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة والمنتج بيوصل لهم. وصلنا طبعا احنا عندنا عملاء كتير في الإمارات الحبيبة طبعا. عندنا عملاء كتير في كل دول الخليج، الكويت، السعودية، البحرين، عندنا عملاء في أوروبا، باريس، وكل حتة كل حتة وأمريكا. لأن يقول لي يا دكتورة دينا طب أنا شركتكم في أمريكا، طبعا احنا عندنا فرع بس لسه تحت الإنشاء. فبرضو عندنا عملاء كتير عايشين في أمريكا بيتكلموا برضو وبيوصل لهم المنتج لحد عندهم في أمريكا كمان على فكرة. طبعا ناس متابعاكم قوي قوي، ليا صديقات كتير في أمريكا أخدوه. طبعا يعني متابعين اللي هي المصريين اللي عايشين في امريكا كتير قوي. وعايزه اقول لك مش بس طب اقول لك ايه، سيدات فرنسياتنا اصلا يعني عندنا طبعا صفحات على الفيسبوك فبيتكلموني بالفرنش. فاوريدي احنا وصلنا للناس الاوروبيين. انت متخيله يعني وصلنا للناس اوروبيين. فطبعا ماسي درجولد يعني منتج حقق نجاح كبير جدا، حقق رضا ستات كتير قوي، ستات كتير بقى عندها ثقه بنفسها. ستات مش خايفه من الزمن يعني. قبل ما ماسي درجولد يبقى موجود لا بنخاف من الزمن طبعا يعني اكيد. اكيد بنخاف يعني مين هيكذب عليك وتقول لك لا انا ما بتفرقش معايا؟ كلنا بتفرق معانا على فكره. بالزبط. بس احنا لو شكلنا صغير مش هتفرق معانا خالص، عادي يعدي الزمن ان شاء الله يبقى عندي 100 سنه. طالما انا شكلي صغير وحلو مش باين عليا انا مبسوطه جدا وراضيه جدا. طبعا. ما عنديش مشكله. ماسي درجولد حقق بقى المعادله الصعبه دي، ازاي تقدري تكبري بذكاء انك انت تستخدمي ماسي درجولد. وبنصح باستخدامه من سن صغير
مش هستنى لغايه مثلا 50 و60 ليحصل مشاكل وابتدي استخدم ماسي، لا طب ما انا استخدمه وانا عندي 20 سنه وما عنديش مشكله عشان تكبري ما يحصل لكيش مشاكل في بشرتك. عندكم فروع بمناسبه بقى ان انتم منتشرين في كل حته، فروعكم فين؟ طبعا الشركه الرئيسيه متواجده في ايطاليا، شركه ماسي فارم ايطالي. شركتنا في مصر ماسي فارم ايجيبت مقرها القاهره مصر. عندنا شركتين في دبي، ماسي فارم جلف مقرها جبل علي دبي الامارات. شركتنا الثانيه في دبي ماسي فارم جلف لمستحضرات التجميل برضو مقرها دبي الامارات. قريب هنفتح في امريكا ماسي فارم امريكا مقرها فيلادلفيا. الناس تحصل من خلال بس الارقام التليفونيه، يعني مش دي مش منافذ بيع؟ لا 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 لا، الشركه الام مش منافذ بيع اطلاقا، هي شركه الشركه اللي بتوزع لوكلائنا او بتوزع لفروعنا في جميع انحاء العالم. لكن مش منافذ بيع، المنافذ البيع فقط من خلال الارقام اللي ظهر على الشاشه، ما فيش اي منافذ بيع تاني. طيب التراخيص بتاعتكم دايما بننزلها على الشاشه، وده يمكن اكبر ضمان للناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي انه طب انا شرفني انه ماسي دورو جولد منتج كويس او هيجيب معايا نتيجه، لانه الناس بتسال على النتيجه ومن حقهم ان هم يسالوا على النتيجه ويبقوا ضامنين ومتاكدين. صح. نشوف التراخيص بتاعتكم على الشاشه دلوقتي وتقولي لي انتوا واخدين تراخيص منين بالظبط. طبعا كريم ماسي دورو جولد مرخص من وزاره الصحه المصريه، كمان مرخص من دول الاتحاد الاوروبي، وكمان مرخص من الامارات حكومات دبي او حكومه دبي. فطبعا ماسي دورو جولد امن، واكيد بنصح كل الساده المشاهدين محدش يجرب حتى لسبيل التجربه حاجه مش مضمونه، لان لو عملت اثار جانبيه بتاخد وقت طويل قوي في علاجها. ماسي دورو جولد امن، ملوش اي اعراض جانبيه ولا اي سايد افكتس، مناسب لكل انواع البشره، البشره الجافه، البشره الدهنيه، والبشره المختلطه، مناسب لجميع الوان البشره، مناسب للسيدات، مناسب للرجال، مناسب لجميع الاعمار ابتداء من 18 سنه. قلت لي الحوامل يستخدموه من امتى؟ انت عارفه الست الحامل بتبقى نفسيتها مش لطيفه، وطبعا بشرتها كمان بتتاثر مجهده بشكل جدا كبير ومجهده قوي، بتبقى عاوزه حاجه بقى تفرفشها شويه. تقدر تستخدمه؟ تستخدم ماسي دورو جولد من بعد الشهر الثالث، امن جدا، ما فيهوش اي مشكله. ما فيش مشكله خالص. احنا عاوزين نقول للساده المشاهدين كده، نمسك العلبه بتاعت ماسي ونفكرهم بال، انا عاوزه العلبه اللي عليها السكس اكشنز، دي السكس الوظائف الحاجات اللي بيعملها ماسي. طبعا السكس اكشنز دي اهم وظائف ماسي دورو جولد. لو هنتكلم في المقام الاول، ده انتي رينكل، يعني بيعالج التجاعيد، انتي ايج، بيحارب شيخوخه الجلد، عشان كده بنصح باستخدامه من بعد الشهر، بس بنصح باستخدامه من سن 18 سنه. عندك وايتنينج، بيفتح الجلد، بيفتح البشره، بيبيض البشره، وبيعالج اي تصبغات جلديه او حتى هالات سوداء. موسترايزنج، بيعمل رطوبه عاليه قوي، مهم قوي ان انا احافظ على الميه في جلدي. بيعمل نورشنج، بيعمل نضاره من اول دهنه اكشن اخر اكشن مكتوب اخر سطر، فيس ليفتنج، يعني ماسي دورو جولد بيقدر يشد ترهلات الجلد. اخر ثلاث سطور، ان ماسي دورو جولد انريتش وذ جولد فليكس 23 كارت. نقلب العلبه بقى، دي كلها المكونات اللي ورا صح؟ طبعا الحاجات الكتير دي طبعا مش هي مش هتبان، لا مش هتبان، بس هي بس المكونات، دي كلها المكونات. 56 عنصر، 56 عنصر ومكون، وبلس طبعا رقم تسجيل وزاره الصحه المصريه مكتوب، وان البرودكت نوتيفايد ان اوروبيان كوميونتي، ان هو مصرح بيه من دول الاتحاد الاوروبي. وطريقه التخزين، في ناس كتير بتقول طب ايه هو مختلف عن ايه، يعني ايه سر التركيبه؟ ايوه، طب ما احنا ممكن نعمل شويه وصفات طبيعيه، شويه حاجات كده نعملها، في ناس تعز قوي الحاجات دي خلي بالك يعني، وفاكرين ان هي ملهاش اي اعراض جانبيه، تقول لك ده حاجات طبيعيه. لا، بيبقى ليها اعراض جانبيه، وفي بشرتك ممكن تتفاعل مع اي حاجه طبيعيه وتعمل لها حساسيه، زي ما بتاكلي حاجه معينه تعمل لك حساسيه. صح ولا غلط؟ صح. ممكن برضو لو حطيتي حاجه على بشرتك وهي مش مناسبه برضو تعمل لك حساسيه. ده كل المكونات اللي فيه متجربه، عاملينها بمعايير معينه. صح. عشان تبقى يعني متداخله مع بعضها، متداخله مع بعضها. ماسي دورو جولد سر تركيبته في عناصره، ان هو متصنع بطريقه النانو تكنولوجي، ان كل ضغطه بينزل فيها 56 مكون، متصنع في ايطاليا، متصنع في 6 سنين ابحاث، كل المكونات بكالكوليشنز وحسابات معينه. في كل مكون اتحط بحسابات معينه. انا زرت المصنع بنفسي، مصنع واخد الايزو، واخد الجود مانيفاكتشر براكتس، فكل العوامل اكتملت الحقيقه. يعني كل حاجه وانتاجه وكل حاجه اكتملت في كريم ماسي دورو جولد. عشان كده على طول بقول هو ليه سر تركيبه منفرده، وصعب جدا ان حد يقدر يعمل كريم زي كريم ماسي دورو جولد. انت عارفه دكتوره دينا انه في ناس كتير بتلجا انه هي تحقن بوتوكس وفيلر، والعمليه دي او الموضوع ده، هي مش عملية يعني، أو الموضوع ده بيتكرر كل 4 شهور أو 5 شهور، في ناس بتقعد 6 شهور.
في ناس كتير بتقول طب انا لما استخدم ماسي كورس لمده 6 شهور ويخلص الكورس، هل انا هضطر ان انا اكرر تاني الموضوع ده او استخدمه تاني؟ يعني هو زيه زي حقن البوتوكس والفيلر؟ لا، يعني على طول بقول بعد ما الكورس بتاع ماسي بيخلص انت مش محتاجه انك تعملي ري ابلاي على طول خالص. لان هو الفرق بينه وبين حقن الفيلر والبوتوكس، انت بتحقني الفيلر والبوتوكس بتشوفي نتيجه في التجاعيد immediately على طول on the spot، ومع وكل يوم او كل شهر بتبتدي مكون الفيلر ينقص تحت الجلد، فانت كل شهر بتشوفي نتيجه اقل بالنسبه للفيلر والبوتوكس. انتوا العكس. احنا العكس. احنا كل شهر بنشوف نتيجه احسن، لانك انت كل يوم بتغذي بشرتك بماده الهيالورونيك اسيد، فكل شهر بتشوفي نتيجه احسن في التجاعيد. فده الفرق بين الفيلر والبوتوكس وكريم ماسي هيدروجول. فانت وانس انك خلصتي العبوه في 6 شهور، انت الجلد بتاعك وصل للبيك، وصل تشبع بكريم ماسي هيدروجولد ومكونات ماسي هيدروجولد، فانت خلاص وصلتي للبيك، انت مش محتاجه انك تعملي ري ابلاي ومش محتاجه اكرر. انا بحب على طول ان ماسي هيدروجولد يتاخد لايف ستايل، يعني يعني مهم انك انت عايزه تحافظي على بشرتك وقت طويل جدا انك انت تعتمدي عليه، مفيش مشكله. وعندي عملاء كتير بيعملوا كده، في عملاء تانيين تقول لي لا انا مش قادره يا دكتوره دينا اجيب عبوه تانيه، بس هي مبسوطه جدا من نتيجته، هي مبسوطه بالنتيجه اللي وصلت لها بالظبط، وبتقعد النتيجه دي فتره طويله. وانت لازم تحافظي على نفسك، او السيده لازم تحافظ على بشرتها ان هي تشرب ميه كويس بعد حتى ما تخلص العبوه، تنام كويس، او تحاول ما تتعرضش لضغوط الحياه كتير. يعني كلنا بنتعرض. ازاي تحاول ما تتعرضش لضغوط الحياه؟ دي بقى دي اللي طلعت اوت دي شويه. هي ممكن تحاول تشرب ميه كتير، ممكن تحاول يعني ما تتعرضش لملوثات كتير، او ما تعملش التدخين والحاجات دي كلها، بس ان هي تحاول ما تتعرضش لضغوط الحياه، او تاخد الصدمات كده بس براحة، تاخدها وهي مبتسمه عارفه اللي هو كول وحياه رب. ده فعلا ده حقيقي، يعني ما تاخدوش كل حاجه على اعصابكم. انتوا عارفين الزعل بيخلي الواحد يعجز بسرعه طبعا، والغم بيكبر طبعا في السن طبعاً. واللي على طول عندها مشاكل وبتاخد كل حاجه على اعصابها، بتلاقيها هي نفسها بتقولك انا حاسه ان انا بقى عندي 100 سنه بجد والله العظيم. فالواحد يبقى بسيط. اكيد في صدمات وفي حاجات، بس يعني حاولوا بنحاول كلنا تهونوا على نفسكم. لازم بجد لازم. والله العظيم يعني الحياه الدنيا مش ناقص، يعني الواحد مش ناقص، والحياه مش مستاهله يعني والناس الكتير اللي بتقولك ايه يعني انتوا بتقولوا كريم وهيعمل وبتاع، يا جماعة أنا كل مرة بقول نفس الكلام ده. الواحدة لو شكلها وحش، الواحدة لو مش مبسوطة من نفسها، هتبقى منكدة ومنكدة على اللي حواليها، وشايفة الدنيا سودة ومش مبسوطة ومكسوفة ومعندهاش ثقة بنفسها. طب ليه يعني؟ بيحصل كتير جدا إنه الواحدة تبقى مش مبسوطة عشان هي شكلها مش حلو، معندهاش ثقة بنفسها. فيعني إيه، نحاول كده نهون على بعض، ونحاول ناخد بالأسباب زي ما بيقولوا، ونشوف إيه الحاجات اللي تبسطنا ونعملها. وماسي اسعد سيدات كتير جدا صدقيني، يعني كان سبب في اسعاد سيدات كتير جدا وتغيير نفسيتهم للاحسن. ويمكن انت بتشوفي ده في ردود الافعال. بشوف ده كتير، يعني ردود الافعال هايله يومنا. يعني عندنا على فكره كل الاعمار، عندنا سيدات 60 و70 و80 حتى ومبسوطين قوي، عندنا سيدات 30 و40، فطبعا الفيدباك بيبقى حلو قوي، وبالذات سيدات كتير بقى بتشتغل بتاخد ماسي، فبتقولي ما بتقولش في الاجهه اللي هي في الشغل بس كله بيلاحظ. وواحده صاحبتي على مين ده، الستات كلها دلوقتي عارفه ماسي، هيبصوا في وشها يعرفوا انتي كريم الذهب صح. بالظبط. فالفيدباك حلو قوي قوي. والفيدباك مع الرجال كمان رائع. وعايزه اقول لك على طول بنصح اي بنت هتقبل على جواز، انت عارفه الصيف داخل والافراح هتشتغل كويس كتير يعني، فبقول نستخدم ماسي للعروسه، لان كتير بقول يقول لي ايه دكتوره دينا انا عروسه استخدمه امتى؟ قبل فرحها بثلاث شهور مينيمم يعني، لان هيديها نضاره حلوه قوي. هتبقى قاعده في بيتها، انت عارفه وقت الخطوبه بتبقى حاطه بقى فول ميك اب عشان خطيبها يشوفها احلى وفجأة. حاجه وفجأة. انا عايزه العروسه تبقى قاعده في بيتها غاسله وشها، والعريس هيقول لها شكلك زي القمر. فبنصح اي بنت، ده في نكت كتير طالعه دلوقتي على الفيسبوك، شفتيها؟ لا. اللي هو يقولك ايه، قبل ما تتجوز اي واحده اغسل وشها الاول، اتاكد انها مش عارفه ايه حملت، اغسل وشها قبل ما ترتبط بيها، حاجات كده بتضحك يعني.
ففعلا هو الميك اب ساعات بيداري حاجات بيداري كتير، ويعني في ناس معذوره طبعا بس مش حل يعني. واحنا داخلين على الصيف والصيف بيأثر بالسلب جدا، فطبعا ماسي دروجولد هيبقى دلوقتي الحل الامثل لكل مشاكل الصيف من شمس، اتربه، كل الحاجات دي. فماسي دروجولد على طول اقول الفيدباك روعه، حقق نجاح كبير قوي، حقق عدى على فكره منتجات بقى لها سنين طويله قوي كتير كتير. ماسي دروجولد موجود في كل فئات المجتمع، يعني مش مقتصر على على فئه معينه. ولازم برضو يا يمنى ارجع انوه على العرض، احنا عندنا 30% عرض، 30% خصم من سعره الاساسي، ده اقوى خصم اتعمل في تاريخ ماسي. فالناس اللي ما كانتش قادره تشتريه في سعره الاساسي هتقدر تشتريه دلوقتي، بس بنصح ان احنا نقدر دلوقتي نشتريه لان الكميه بدات تبقى محدوده. انتوا كمان يعني لبيتوا نداء كتير من الساده المشاهدين والناس اللي قاعده تقول لكم شعرنا أيوة. اعملوا لنا حاجه لشعرنا، احنا بنثق في شركه ماسي فارم وفي منتجات شركه ماسي فارم، وجربوا هم ناس كتير كانت مجربه ماسي فقالت لك لا ده حلو طبعا، يعملوا لنا بقى حاجه للشعر. يعملوا لنا حاجه للشعر. عملتوا بقى حاجه للشعر؟ بنقدم طبعا، شركه ماسي بتقدم سبراي ماسي هير، ده اقوى سبراي لعلاج مشاكل الشعر. ما اعتقدش ان في منا ست او رجل ما بيتخلوش من مشكله في شعرهم طبعا. مفيش بيت على الاقل مبدئيا تساقط الشعر، معظمنا عندنا تساقط في شعر. ماسي هير بيعمل اول حاجه ستوب هير لوس، انت بعد ما بتستخدميه من اول اسبوع بتلاحظي كده لما بتعملي كده شعرك ما بيقعش معاكي. دي حاجه مهمه قوي. ماسي هير كمان استيموليت الهير جروث، بيطول الشعر، بيعمل استيموليشن، بينشط لك الدوره الدمويه، فبيصحصح لك البصيله، بيخلي البصيله تنتج شعرتين بدل شعره. دي حاجه مهمه جدا انك انت مع استخدامك اليومي لسبراي ماسي هير شعرك بيتقل لانه كمان بيطلع شعرتين بيطول الشعر جدا، لان هو بيحتوي على كافيين. الكافيين الماده دي بتقدر تطول عمر الشعرايه بنسبه 30% او 33%، تطول من عمرها ان هي ما تقعش، لان اوريدي الشعر ليه عمره معين تمام. فانت بتطولي العمر ده بنسبه 33%. بينبت شعر من اول وجديد. عندك ماده الجينسينج، ده ماده بتنشط الدوره الدمويه جدا. البيوتين، بيوتين اساسي لصحه البصيلات بتاعه الشعر. ماسي هير بيأخر نمو الشعر الابيض اللي كتير بيعانوا منه من سنه صغير. دي معلومه هايله طبعا وهتعجب ناس كتير قوي. طبعا انه بيأخر ظهور الشعر الابيض. الناس اللي عندها وراثه في عيلتها ان الشعر الابيض بيطلع بدري تقدر تستخدم طبعًا. ماسي هير طبعًا. هيأخر بشكل كبير جدا ظهور الشعر الابيض طبعا، ويطلع بصيلتين، دي عجباني، شعرتين في البصيله حلو برضو قوي. بيخلي البنت او السيده اللي بتستخدمه شعرها في فوليوم، في حياه يوم، يعني مش ملزق كده ونايم. لا انا بقى الشعر ده حي، يعني لازم نهتم بيه، دي حاجه حيه. فانت عايزه شعرك ما يبقاش بهتان. الشعر اللي مش صحي شكله بهتان مهما سبختي، بيبان عليه، فبتلاقي شعرك كده فيه حيويه، مصحصح. مهمه قوي اقول ان هو بيرطب الشعر جدا، بيحتفظ، يعني بيقدر يحتفظ بالميه في شعرايه. عندك حاجه مهمه قوي في ماسي هير، مش هقول حاجه، بس لما شعرايه بتحتفظ بالميه ما بتتقطمش، ما بتبقاش، بتبقى مرنه، ما بتبقاش اللي هو التكسير، لما بنسرح كده ده يطلع فتافيت صغيره، ده ما بيحصلش خالص، لانه بيعالج التقصيف كمان. الفتافيت دي بقى خلاص الشعر بقى جاف جدا وشبه محروق من تحت ومقصف، هو بيعالج الشيكنج هير، بيعالج التقصيف. مهم قوي اقول ان سبراي ماسي هير في حاجه مهمه، ان العبوه اولا بتكفيكي 6 شهور. بتستخدميها ازاي؟ هو طبعا ده سبراي بيستخدم، هو 4 بخات، من 4 ل6 بخات ماكسيمم على فروه راسك. يعني اوزعهم كده في اماكن مختلفه ولا احطهم على ايدي؟ لا، وزعيهم في اماكن مختلفه. اوكي. وبعد كده مساج كده. عايزين نحط بقى ضغطتين على شعرنا كله عشان هو اوريدي بيغلف الشعرايه. لازم نعمل كده. حلو بالنسبه للي بيعملوا شعرهم كتير، لازم يعملوا كده. وكمان هيلاحظ ان هو ما بيزيدش، يعني عايزه تعملي ده وتستشوري شعرك ما فيش مشكله. المهم ان احنا نحط ماسي هير على فروه راس ناشفه مش مبلوله. نظيفه وناشفه. بنغسل شعرنا مره كل 3 ايام وبيستخدم يوميا. هو مش شامبو يا جماعه عشان ما حدش يقول بنحطه ونغسله. لا ليف ان، يعني بيتحط ويتساب. بيتساب في الشعر بالظبط. العبوه بتكفي 6 شهور، بنشوف نتيجه في التطويل والتتقيل من اول شهر.
بنشوف عدم تساقط من اول اسبوع اسبوعين بتلاحظي عدم تساقط. يبدا البيبي هير الشعر الصغير ده يطلع امتى؟ لانه دي علامه حلوه انه ان احنا نشوف من الشعر الصغير. من بعد 3 اسابيع بتستخدميه كل يوم بتبتدي تحسي تشوفي البيبي هير. وعايزه اقول ان هو مناسب جدا للرجال طبعا، يعني رجال مبسوطه قوي من نتيجته، بالذات الرجال بتلاقي شعرها بدا يخف، فبقول لهم بدا يخف بدل ما تسلقع خالص وتبتدي تلجا لزراعه شعر. لا احنا نستخدم ماسي ونحافظ على البصيلات، نرجع نصحصحها تاني وترجع يرجع شعرك يتقل تاني. يعني لو الشعر خفيف ينفع يتلحق بماسي هير؟ طبعا طبعا. في ناس كتير بتبعت بتقول لي ولادها الصغيرين، هو من سن كام يقدروا يستخدموا؟ من سن 15 16 سنه ما فيش مشكله خالص. بس مش 7 و8 سنين والحاجات اللي بنسمعها دول، لسه صغيرين شعرهم هيتظبط يعني بالزبط. فمن 15 سنه لحد بقى جميع الاعمار، جميع الاعمار يقدروا يستخدموا. الستات اللي شعرها بينحل برضو كتير. يقدروا يعني اللي هي شعرها حلو بس من هنا ناحل، تقدر بس تحط في الحته دي ولا لا؟ انا بحب ان يتحط كله، انت بتغذي الفروه كلها وبتغذي البصيلات كلها وتركز في الحته دي. بقولك عشان يقعد معنا كتير. لا والله بيقولك لا، هي تركز في الحته اللي هي عندها مشاكل فيها وتعمل نورشنج لشعرها وتعمل نورشنج للبصيلات بتاعتها يعني. انا على طول بقول ما تبخليش على نفسك. لا خلاص، طالما جبتي حاجه كويسه فخمه خلاص بقى ظبطي بيها. ما تبخليش على نفسك، انت عايزه تبقي ست جميله من حيث وشك وشعرك، هتستخدمي ماسي دروجول وماسي هير، ده لازم. ده على طول بقول بنصح ان ده يبقى اللايف ستايل لاي ست واي بنت واي رجل كمان. عاملين خصم على ماسي هير؟ ايوه عاملين 18% خصم، الخصم على كميه محدوده، فطبعا سعره حلو قوي دلوقتي، برده في متناول اعتقد الجميع. وشركه ماسي عامله حاجه حلوه قوي، لو اشترينا ماسي دروجول وماسي هير في نفس الوقت بيبقى في خصم اضافي عن الخصم اللي انا قلت عليه اللي هو 30% وال 18%. يعني ده 30% وده 18% من سعرهم الاساسي، الاثنين مع بعض هتعملوا اكسترا اوفر. فطبعا مش هقول ايه الاوفر عشان يبقى سربرايز، تقدروا تتكلموا من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه وهتعرفوا عروضنا لهذين المنتجين. انا بشكرك على وجودك معايا ضيفتي العزيزه الدكتوره دينا ابو سعود، بشكركم جدا جدا. تابعونا يوميا، واللي ما لحقش يتابعنا في اعاده، والحلقات كلها بتنزل على اليوتيوب. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يومنا طولان، السلام عليكم. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly softer and firmer. ماسي دورو